السلام عليكم، عمر معاكم هنا. صندوق الاستثمارات العامة السعودي استطاع أن يجيب أهم مدراء المحافظ والعقليات الاستثمارية اللي هي تقول التوب في مدينة الرياض. مكان واحد جابوا هذه العقليات كلها يتكلموا عن أمور كثيرة، منها الإنسان، الاستثمار في الذات، التعليم، النقلة النوعية في الطاقة وتحولها إلى الطاقة المتجددة، مجال الذكاء الاصطناعي، وطبعا التعليم وفرص المساواة بين الجميع في مجالات المختلفة. ولكن حلقة اليوم حنركز في مجال الاستثمار بالتحديد، والكونفرنس The Future Investment Initiative يتحدث عن أمور المستقبل. عقليات كثيرة، حنركز على أهم 5 عقليات في هذا الكونفرنس وفي الجلسة الأولى بالتحديد، يتكلموا عن المستقبل ومستقبل أسواق المال. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، دعمكم بلايك وسبسكرايب، ورجاء إذا نقدر نعمل شير لهذا الفيديو، لأنه خطوة مميزة قدمتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونبغى نوصل هذه الرسالة إنه السعودية إن شاء الله قادمة في مجال الاستثمار. ونبدأ حلقة اليوم. ديفيد سالمون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، أهم بنك استثماري في العالم، ويجاوب على سؤال مهم: بعد الدعم اللامحدود من الحكومة الفدرالية، هل التضخم سيستمر معنا لفترات طويلة؟ وما وضع الأسواق للمستقبل؟ وخلينا نشوف إجابته. There definitely is inflation in our society now. That's something we have not seen for some period of time. And we could be resetting for a different structural makeup for a period of time. We might not, we'll have to see. But I'm not good at predicting the future, but I certainly think the risk of higher inflation and slower growth based on the actions that have been taken is higher now than it's been for a while. And we'll have to watch that very carefully. طبعا هنا ديفيد سالمون يتكلم عن نقطة مهمة، انه التضخم مستمر لفترات طويلة، والكل يؤيد هذا الكلام. النقطة الثانية اللي يتكلم عنها: مع التضخم العالي ربما يؤدي إلى قلة في النمو بالنسبة للشركات، مما يؤدي إلى ما يسمى بالستاكفليشن. الستاكفليشن نضيف عليها إنه تقليل في الموظفين حول العالم وزيادة في البطالة سيسبب الستاكفليشن. يتكلم أيضا إنه الفترة القادمة الاستثمار في الشركات يعني لازم يكون الحذر عالي جدا، زي ما احنا دائما بنقول استثمار في شركات ذو مقومات يصعب منافستها وتستطيع أن ترفع أسعار منتجاتها للزبائن في فترة التضخم العالي. نفس السؤال موجه للاري فين اللي يدير 9.5 تريليون دولار، يعني تقدروا تقولوا جزء كبير من ثروة العالم بين يدي شركة بلاك روك، وطبعا هو الرئيس التنفيذي لهذه الشركة. اللي ما يعرف، طبعا بلاك روك هي الشهيرة بالاي تي اف زي اي شير وغيرها. طبعا يتكلم هنا، ويعني زاليري كان متشائم بشيء معين، توقع انه الاسواق ربما تنهار بشكل كبير، ولازم نطالع بين السطور انه هو رجل محافظ بعض الشيء، لانه كلمته السلبية ربما تؤثر في الاسواق، ومن الشخصيات اللي تؤثر بشكل كبير في الاسواق بالايجابي او بالسلبي. Definitely more than transitory, unless you believe transitory in the life of the earth, you know, hundreds of years, thousands of years. So inflation is we're in a new regime, and there are many structural reasons for that. The U.S. movement away from consumerism to more focus on jobs. طبعا هنا يوافق الرأي بالنسبة لديفيد سالمون انه التضخم سيستمر لفترات طويلة. يتكلم هنا عن الأسباب، ونقدر نقول انه يشوف انه سبب التضخم في الطاقة بسبب الحكومات والضغوطات اللي سببتها بسرعة، انه تغير مثلا في الكربون هيدروجين وتقليل استخدامه في العالم سيسبب التضخم. نقدر نقرأ بين السطور انه يتوقع انه الطاقة والنفط بالتحديد يعني سيستمر، وسيستمر في الارتفاع، لأنه في مشكلة في السبلاي تشين أدتها هذه الضوابط الحكومية، فهذا شيء إيجابي بالنسبة للشرق الأوسط، ولكن ربما تكون ليست بهذا الإيجابية للعالم ككل. الشيء الثاني اللي تطرق عليه أنه الحكومة بداية في مرحلة التيبرينج، المرحلة القادمة، يجب أن يكون الحذر بشكل كبير جدا، لأنه ربما خطأ من الحكومة الفدرالية والبنوك المركزية ستسبب انهيار في الأسواق. طبعا المفضل بالنسبة لي ري داليو، مؤسس شركة بريدج واتر اللي تدير 120 مليار دولار assets under management، من العقليات الرهيبة العظيمة، كتب مميزة، وطبعا حتى
المشتركين أو اللي موجودين في البانل لما بيتكلم ري داليو شوفوا قد إيش بيركزوا في كلامه، لأنه ما يطلع من هذا الرجل إلا الحكم اللي مبنية على دراسات وعلم كبير، وهو الأخص يعني من أكثر الناس علما في دورات الأسواق وبالتحديد دورة الأموال. And I think the answer to your question is that central banks, particularly the Federal Reserve, is in an impossible situation because the basic crux of it is we don't have enough money to satisfy all the things that are all the desires, right? We want to have the social programs and we want to have the climate remediation and we want to have wealth gaps resolved and so on. So the spending demands are much, much greater than the earning capabilities. And as a result of that, you either tax or you have to produce bonds, you produce debt, and you have to sell those bonds. And if you look at the interest rates, the real interest rates are very negative. Why would anyone hold bonds? Why would you hold cash? And so there's a big supply-demand imbalance that can only be met by the producing of more money and credit to deal with that situation. So you're going to have short-term interest rates much below the inflation rate, much below the long-term interest rates and so on, and you're going to have that monetized, and that lowers the value of money. And that has implications for currencies and a lot of markets. طبعا زي ما بنتكلم في العادة، التضخم العالي يؤدي إلى قلة القوة الشرائية، ولكن بالنسبة للحكومات ضعف القوة الشرائية ستؤثر على العملة طبعا، وستؤثر على ميزانيتها المليئة بالديون. الديون ستتلاشى عبر السنوات، ولكن القوة الشرائية بالنسبة للمواطنين أيضا ستتلاشى. فبيقول لك دائما كلمة الشهيرة cash is trash، فإيش عليك إنك تسوي؟ تستثمر في منتجات مختلفة. اختار هو طبعا الكاش، اختار هو الذهب مع بهارات الكريبتو كيرنسي وبالتحديد البيتكوين. الرئيس التنفيذي لبلاكستون اختار الشركات والمنتجات اللي بتصنع تدفق نقدي أو فري كاش فلو، فهذه بالنسبة لي هي أفضل طريقة لحماية أنفسنا من التضخم وطبعا الاستثمار في الذات. لازم طبعا نختم بطريقة إيجابية ونشوف ماسيوشي سن الرئيس التنفيذي لسوفت بانك يتكلم إنه هو استثمر في أكثر من 300 شركة في الذكاء الاصطناعي، يتكلم عن المراحل اللي مرت عليها زمننا من ناحية الازدهار في الزراعة ثم الصناعة ثم في مجال الاتصالات. الاتصالات غيرت في أشياء كثيرة من ناحية الكمبيوترات، من ناحية الموبايلات، وطبعا من ناحية الانترنت. والانترنت لو ناخده كده بطريقة غير في أمور كثيرة، منها بالإعلانات والدعايات، عشان كده احنا بنستثمر في مجال الدعايات والإعلانات زي شركة جوجل وزي شركة فيسبوك. يتكلم أيضا عن الانترنت غير في مجال البيع الإلكتروني، عشان كده أنا مستثمر في شركة علي بابا، شركة أمازون، شركة ميركاتو ليبري، كلها شركات إي كوميرس بيزنس. ويتكلم إنه هذه النهضة اللي هتشهدها في مجال الإنترنت وبالتحديد في الأدفرتايزنج وفي الإي كوميرس ستستمر بشكل كبير، لأنها فقط ما زالت 10% في بداية المشوار. غير كده يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وكيف حيغير في قطاعات مختلفة في المستقبل، وخلينا نشوف نظرته بالنسبة للمستقبل في 20 سنة القادمة. For the next 20 years, I believe the AI is going to disrupt the remaining 98% of the industries, such as medical, fintech, education, everything. So I'm very excited. What does it do for mankind's future? People can live healthier, longer. People can get educated much more smartly, much more intelligent. Everybody will have the opportunity to learn, to educate themselves. Every kids, every adults can educate themselves. The productivity will increase. The entertainment become more fun. All of this is, I think, is good for humanity.